كاس متعب لعيب رفع الاثقال عندك سنه فيه والايقاف، نقاش عندك وقضايا. سنه وثلاث شهور وقضايا، ممكن تجدد الموضوع وممكن تعمل حاجات كتير. عندك لعيبه مش جاهزه، ممكن لانك انت ما اجلتش اصل شهر او اتنين، فاللعيبه كانت هتوصل للتوب فورم وبعدين لا انت سنه كامله، فممكن تعلي وتزود وهتبقى عندها. وعندك لو في منافسات تانية في ترشح وما تلعبتش، عندك ناس ممكن تترشح تاني. فالحقيقه لا، التاجيل اعتقد مصلحه الرياضه المصريه، لانه انا كل اللي كنت شايفه من المشهد يعني ان احنا كانت فرصنا قليله قوي في احتراز ضعيفه. طبعا الاستعداد ما كانش كويس، في حاجات ما كان يعني ما كانت في مشاكل كتير، تحس ان كانت في مشاكل كتير. فاعتقد انه اللي جاي هيبقى احسن ان شاء الله. طيب عدم وضوح الرؤيه بشان البطولات الكبرى، ما هو مفيش حاجه واضحه بشان اي حاجه، ما هي دي المشكله، انه اصلا مفيش حاجه واضحه بشان انت مش عارف تنزل تروح سوبر ماركت. تمام. انت بتروح سوبر ماركت وانت بتتكلم على بطوله، بطوله كبرى يعني بطوله كبرى. ما هو لا الحقيقه الموضوع لانه هو مش حاجه خاصه ببلد ولا حاجه خاصه بقاره، حاجه خاصه بعالم، العالم كله. وبعدين الموضوع بينتشر ارقام مذهله جدا، يعني امريكا اول امبارح كانت بعد ايطاليا واسبانيا وايران. انت عارف انا بشوف الارقام والتسلسل الزمني بتاع الابديت بتاع يعني اكنك بتلعب دوره اولمبيه وعدد الميداليات، عدد الميداليات بالظبط كده. امريكا عماله تطلع وبعدها تكسب، يعني هي مصممه تبقى رقم واحد، تحس يعني ان هي عايزه تكسب ايطاليا. لازم، لا هي كسبت خلاص، هتكسب ايطاليا النهارده غالبا، هتكسب ايطاليا هي غالبا على اخر الاسبوع الويك اند هتكون ضربت الصين وتصدرت جدول ميداليات كورونا يعني. وبعدين هو وبعدين كمان ايه، انت عندك هو نفس الترتيب، ما انت عندك ذهب فضه برونز، عندك مصاب عندك مصاب تم شفائه متوفي. فهو الحقيقه يعني ماشيه كده، فربنا يستر علينا. هو عدد المصابين الكثير ده بيبقى تقدر تقول الميداليه لا الذهبيه ولا تقدر تقول الاصابات اللي هو ده الذهب بقى، ده الذهب. لا المشهد صعب جدا. طب في نقطه مهمه جدا، تاجيل الاولمبيات للظرف الصحي ده لاول مره يحصل في تاريخ الاولمبيات. كان دايما التاجيل اللي كان بيحصل بسبب الحرب العالميه، لكن تاجيل وارجاء بسبب ظرف صحي او بسبب ظرف زي ده لاول مره يحصل. انا شايف ان العالم لم يتعرض من ساعه ما احنا وعلى حد هي كانت الانفلونزا الاسبانيه في 1918 او 1920 تقريبا وخدت في 30 مليون هي دي بس، وبعد كده ما فيش، ما حصلش حتى الكوليرا لما حصلت في امريكا الجنوبيه، وكان اللي بيحصل في مكان مش في العالم كله يعني. الايبولا في افريقيا والسارس كان في الصين، الايبولا كانت في افريقيا، والايبولا اتنقل كان كاس الامم اتنقلت من المغرب راحت الجابون على ما اعتقد، بس مظبوط، انما ما حصلش حاجه تاني، ما اتلغتش البطوله. وكان ساعتها المغرب بالمناسبه، المغرب ساعتها قرر طلب ان البطوله تتاجل وال ده تتوقف كمان وراح محكمه رياضيه قضيه كبيره، ورفض عيسى حياته وقتها، وكان عايز ينظم بطوله في مصر واحنا رفضنا وراحت للجابون. فالحقيقه انه ما فيش بطوله اتاجلت او اتلغت بسبب وباء او ما يحدث في العالم، وما فيها حاله هلع في العالم كله مما يحدث، لان حاله الوفيات كتيره يعني، حتى لو زي ما بيقولوا 3% 3% رقم مش قليل طبعا، بالقياس كمان لعدد المصابين. ما هي على حسب، انت لو المصابين وصلوا مليون ف 3% ب 300000 ب 30000 30000 رقم كبير. وكمان بقول لك حسب النسب، ان في دول ممكن يكون مثلا عدد المصابين فيها 400 بس المتوفين مثلا 20، صحيح، هتلاقي النسبه تبقى ممكن تخش في 6-7%. صحيح. في دول ممكن يكون عدد المصابين 18000 فالمتوفين 2000 فهي بنسبه وتناسب. صحيح. فلا يعني الموضوع لا مش ملوش ملكه. طيب الحكومه اليابانيه كان لها دور في الاتصال باللجنه الاولمبيه الدوليه عشان تاجل الاولمبيات. بالعكس، الحكومه اليابانيه ما كانتش عايزه تاجل. لا بس النهارده الانباء اللي خرجت واللي صدرت من هو لحد امبارح، لغايه امبارح كانت الحكومه اليابانيه مش عايزه تأجل. الأولمبية الدولية قالت قدامنا 4 أسابيع نخلص. ليه؟ ما هو امبارح كندا والنرويج، كندا والنرويج، استراليا، أمريكا، أمريكا قالت بعض الرياضيين في الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الدولي لألعاب القوة طلب تأجيلها، الاتحاد الدولي للسباحة طلب تأجيلها، فخلاص بقى في شبه إجماع في العالم على حتى لو البطولة اتلعبت مش هنبعت الرياضيين بتوعنا. بالظبط كده، خلاص الناس قررت إن هي مش هتلعب، يعني حتى لو أنتوا لعبتوا هتلعبوا فين؟ ما فيش جمهور، في ناس ما تأهلتش وفي ناس ما بتتمرنش. ما هو انت الموضوع واضح انه مكمل على الاقل نهايه ابريل ومنتصف مايو، فانت اللعيبه بتتمرن، انت بتلعب على ميداليات اولمبيه، لعيبه ما بتتمرنش وتروح هيلعبوا يعملوا ايه؟ فعشان يوصل تاني للتوب فورم بتاعه في خلال شهرين صعب جدا، المفروض ان هو مستواه بيعلى، هو وقف خلاص ما بيتمرنش، فهيرجع يبدا فتره اعداده تاني من اول وجديد في منتصف مايو او في بدايه يونيو. فلا الموضوع صعب يعني، اعتقد انه قرار صعب جدا، تاجيل كل حاجه يعني، البطولات الكبرى اللي هي المجمعه تاجيلها قرار صعب جدا، قرار صعب جدا، وسهل على الاتحادات موضوع الدوريات، سهل على كل الاتحادات والموضوع الدوري طبعا.
طيب عايز انتقل معاك لجزئيه ثانيه متعلقه بالدور المجتمعي لنجوم الكره. ويمكن كنت بعرض فيديو دلوقتي للاتحاد الدولي فيفا نزله على الموقع الرسمي والويب سايت وبالاتفاق مع منظمه الصحه العالميه، كل نجوم الكره في العالم بيقولوا رسائل توعيه لكل الشعوب. انت بتتكلم عن صامويل ايتو، بتتكلم على ليونيل ميسي، بتتكلم على اليو سي سي، احمد حسام ميدو، سامي الجابر من السعوديه. تعليق على هذه الجزئيه، وانا كنت متخوف على محمد صلاح تحديدا واحمد حجازي، ما ظهروش حتى في الميديا او اتكلموا. النهارده المنتخب يمكن خرج بخبر وتصريح ان هم طمنون على صحتهم، لكن كنت منتظر رسائل توعيه منهم الفتره اللي جايه بالنسبه للشعب المصري ولكل شعوب العالم. هو حتى الدور ده شايفه ازاي؟ حتى في التحديات اللي ظهرت، واحنا الحمد لله احنا هنا كنا من اوائل الناس اللي قلنا الكلام ده الاسبوع اللي فات، وقلنا اللعيبه لازم يبقى ليها دور ولازم يقولوا ولازم يطلعوا. تاني يوم سعد سمير طلع بالمبادره اللي تقريبا لعيبه كتير قوي دخلوا فيها. كملت وراه فعلا. لعيبه كتير جدا، وكان صاحب المبادره سعد سمير. انا كنت شايف ان محمد لازم يبقى ليه دور، محمد صلاح، لانه احد اهم نجوم الكره في العالم واهم نجم كروي مصري. كل نجوم الكره في العالم وجهوا رسائل لبلادهم وعملوا دور مجتمعي مع بلادهم. بدات من وليد ازارو وبعد كده ابتدى يكمل بقى عليها. ما اعرفش هل اختفاء محمد صلاح ليه علاقه بحاجه؟ هل لو ليه علاقه بنادي ليفربول، ساديو ماني خرج واتكلم، ساديو ماني خرج، أليسون يعني بيكر حارس البرازيل خرج، مش عارف. انا ما اعرفش هل اختفاء مش مبرر، عارف يعني ملوش تبرير، يعني ملوش تبرير. وانا مش عايز اتكلم في تبرع والله، ممكن يعملوا في سريه، انا ده مش قصه. لا، يطلع يقول ستي هوم زي ما كل الناس بتقول، يعني يقول للاولاد الصغيرين ويشرح للناس ويكلمهم الاولاد الصغيرين اللي هو صورته في كل بيت. يعني محمد صورته في كل بيت، عند ابني